هي مؤسسة ثقافية مجتمعية تأسست بال 2018. هدفنا الأساسي هو تقديم مساحة للأشخاص ذوي الإعاقة إنهم يكونوا موجودين في مكان اللي هو يمكن أول مركز ثقافي بيرحب فيهم، بمعنى إنه موائم. مؤسستنا بتجمع عدد كبير من الأشخاص، مئات من الأطفال أو حتى الكبار من المستوى الفنانين من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة. بنركز على الفن لأنه الفن هو يمكن أداة كتير مهمة للدمج المجتمعي، فبالتالي إحنا من هون بننطلق برسالتنا المجتمعية. في شغلة تانية بنشتغل عليها كمان أكاديمياً، لأنه معظمهم راحوا مدارس لكن نسيوا، فبنرجع تواصلهم مع التعليم وكمان مع بعض الأشياء اللي ممكن، الحروف، الكلمات، قراءة القصص. إضافة لهذا والبرنامج اللي كتير مهم اللي عم نشتغل عليه حالياً هو تمكينهم، بمعنى إنه كل حدا فيهم عم بيمارس الفن، فإحنا بنحاول إن نعطيهم المهارات اللازمة لهم ليصير هذا مشروع تشغيلي لهم بدر عليهم الدخل بالمستقبل. في عندنا الافتتاح للفصل الثاني لنادي جسور النهاري، اللي هو بيجمع مجموعة من الطلاب من فوق عمر 16 سنة من ذوي الإعاقات الذهنية البسيطة إلى المتوسطة. أكيد عندهم قدرات رائعة، هاي اكتشفناها من خلال البرنامج. أنا اسمي سمود المصري وعمري 34. طبعا أنا بحب المركز نادي جسور فن القلب، بحب أكتر، أنا كتير مبسوطة، بسيطة، الرقص، الرسم، وندرس رياضيات وعربي، ويعني عملناها يعني كله. بحب صحباتي أكثر شيء هي طفولتي آية صدر، وحبيت قلبي علا، وبحب هبة، بحب سيما أكثر شيء بحبه. بحب تبع فن القلب عبير وألوان وأحلام خطوصها، أنا كتير بحبهم، أنا كتير بحترمهم، أنا كتير بحبهم. ذوي الإعاقة في المجتمع عندهم قدرات إحنا مش شايفينها، يعني مرات إحنا بس بنطلع عليهم بفكرة إنه أوكي بدهم أدوات أساسية، وهذا الحكي حق، لكن الجانب الآخر يمكن اللي بتعلق بالروحانيات، بالجماليات، بالإبداع، مش كتير عم بنركز عليه. خلينا نحتفل بمواهبهم، وخلينا نفرجي المجتمع خصوصاً الجيل الناشئ إنه هاي الفئة بيطلع منها كتير أشياء، يعني مش بس مكان شفقة هم، ولا مكان إنه نقول نستكتر عليهم إيش مكان، خصوصاً إذا حكينا على الإعاقات الذهنية.